Recep Tayyip Erdoğan'ı جئنا لرؤية المسجد وأردنا اكتشافه، وفي نفس الوقت نرى حرم رئيسنا، والجزائر تعد بلدنا الثاني ونحبها كثيرا. اليوم جئنا إلى هنا خصيصا لرؤية رئيسنا حرمه ورؤية هذا الصرح الديني العثماني، ونحن فرحين جدا بهذه الأجواء البهيجة في استقبال حرم رئيسنا. هذه الزيارة جعلها هؤلاء الأتراك فرصة من ذهب للالتقاء فيما بينهم واكتشاف العديد من الآثار العثمانية القديمة وحتى التي تم اكتشافها مؤخرا بوسط العاصمة. نحن نعمل هنا بالجزائر ونحب كثيرا الشعب الجزائري الطيب، ومثل هذه الزيارات تساهم لا محالة في توطيد العلاقات بين البلدين، ومثل هذه المعالم كمسجد كاتشاوا يحبها كثيرا رئيسنا ويجعل ترميمها من الأولويات. العمال الأتراك المقيمون بالجزائر استغلوا فرصة هذه الزيارة لمشاركة الجزائريين الأجواء الحميمية في استقبال رئيس دولتهم رجب طيب أردوغان بمعالم